بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه سلسلة من الحلقات اخترت لها عنوانا سميته مقالات في المنهج. سأحاول في كل حلقة من الحلقات القصيرة أو المختصرة أن أعالج قضية من قضايا المنهجية الأخلاقية. في هذه الحلقة الأولى سأتكلم عن المقاربة الأخلاقية. طبعا المقاربة الأخلاقية نقصد بها المعالجة الأخلاقية للقضايا، بمعنى أو النظر الأخلاقي إلى القضايا بتعبير مبسط. طبعا الأخلاق كما نعلم جميعا هي ذروة كينونة أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، وبالتالي عرف الإمام ابن القيم الجوزية الدين بأنه الأخلاق، فقال الدين هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. هذا يحيلنا إلى مركزية الأخلاق في التفكير الإسلامي. طبعا بعيدا عن الدعوة الإنشائية أو الوعظية التي سادت لدى الخطاب الإسلامي عامة حول الأخلاق، طبعا نحن نرى أن المدخل الرئيسي لتحقيق الإصلاح الجذري هو الأخلاق، خاصة في ظل تعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي اليوم، وخاصة في ظل التعقيدات التي وضع فيها الإسلام محليا ودوليا فكرا وممارسة. حينما نتحدث عن المسألة الأخلاقية فلابد من استحضار أن الأخلاق تواجه جملة من التحديات والإشكالات. واحدة من تلك الإشكالات هي أن وجود جماعات وسياسات متطرفة وضعت الإسلام حقيقة في مأزق، بمعنى أنه أصبح الإسلام كأنه أزمة أو وضعت الإسلام في أزمة، وخاصة من خلال التشوهات الأخلاقية التي أورثتها أو التي أشاعتها حول الإسلام. هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك أيضا تفكير فقهي سائد ومعمم في الإعلام وفي غيره وفي المساجد وفي الخطاب الديني عامة، يحاول أن يقدم الإسلام على أنه مفهوم تشريعي بالمعنى القانوني، بالمعنى القانوني بمعنى أنه سلطة إلزام قهري. سلطة الإلزام قهري بمعنى أنه عبارة عن مجموعة يتحول فيها الإسلام إلى مجموعة من الأوامر والنواهي التي لا نملك أمامها إلا الامتثال، دون حتى تفكير بها أو دون إدراك مقاصدها. كل هذا الوضع الذي أوجزته الآن إيجازا شديدا يتطلب منا إعادة تعريف الدين من مدخل أخلاقي. إعادة تعريف الدين من مدخل أخلاقي نحن نراها أنها تشكل القاعدة الأساسية للأوامر والنواهي. فكما نعلم الشريعة كلها حث على مكارم الأخلاق، كما نص على ذلك بعض كبار الفقهاء. فالشريعة كلها تحل بمكارم الأخلاق أو تخلق بمكارم الأخلاق. هذا من جهة. من جهة أخرى إعادة تعريف الدين من مدخل أخلاقي تدفعنا إلى أو تعيننا على تقديم وإبراز التعليل الأخلاقي، بمعنى أن الأوامر والنواهي تصبح معللة تعليلات أخلاقية وتصبح معقولة المعنى وأعون على الامتثال والتطبيق، لأنها معقولة المعنى ومقاصدها واضحة، تصبح مقاصدها واضحة، فلا يعود الأمر مجرد أمر محض ولا يعود النهي مجرد نهي محض. فالتخليق إذن، هذه العملية كلها نسميها تخليق الآن، أو أطلق وأعبر عنها بتعبير التخليق بمعنى إظهار البعد الأخلاقي ومركزيته، مركزية البعد الأخلاقي. التخليق يساعدنا على عدة أمور. الأمر الأول يساعدنا على عقلنة الشريعة، بمعنى أنه يعيننا على جعل الشريعة معقولة المعنى، لا تعود مجرد كتلة من الأوامر أو مجموعة من الأوامر الصماء والنواهي الصماء. وبهذه الحالة ننتقل من الامتثال القهري
الذي يسيطر على فكرة القانون إلى الامتثال الأخلاقي الذي هو لب ولباب الشريعة الإسلامية. وبهذا يتطابق صلاح القلب مع صحة العمل، وهذا أمر تنفرد به الشريعة وتفترق به الشريعة عن القانون. القانون له صفة قهرية وسلطة إلزامية، بينما الشريعة ليست كذلك. أيضا التخليق يساعدنا على وضع حد أيضا للعدوان والتسلط على الناس، ويفتح بابا لانشراح الصدر لدى المكلفين. المكلفين الذين بالتعبير الفقهي، طبعا كل إنسان هو مكلف، ولكن يجعلنا التخليق يجعلنا ننتقل من حالة التكليف هذه بمعنى الامتثال القهري أو الأمري، الامتثال للأمر أو النهي، إلى حالة السالك بالمعنى الأخلاقي والروحي. فنتحول من مكلفين إلى سالكين بالمعنى الأخلاقي والروحي. أيضا التخليق يساعدنا على جعل المسألة الأخلاقية مركزية، يفتح بابا مشرعا على الموروث الإنساني، لأن الأخلاق هي المدخل الأليق والمناسب لتجاوز الحدود التي يسيج بها كل دين نفسه، وبالتالي يتم اختراق هذه الحدود والنفوذ إلى المشتركات بين الأديان المتعددة والمختلفة، لأنه نفوذ إلى الجوهر الأخلاقي الكامن في كل دين. وهذا مبني على أن الأخلاق، فكرة الأخلاق في مآلاتها النهائية، هي تعبير عن الموروث الإنساني المشترك بين الأديان.